مكان راح احكي قصة بطل شايل بلاده في قلبه ناوي ينتصر شايل سلاحه بين ايديه شايف شهادته قصاد عيني ينادي بأعلى صوت الله أكبر الله أكبر ينادي وكل من بعده يكبر فداك يا مصر نموت عشانك وأرضك تعيش وطار ولا ذكرى جعاكي يا أمي عشانك وأرضك تعيش وطار ولا ذكرى جعاكي يا أمي ما تخافيش فداك يا مصر نموت عشانك وأرضك تعيش وطار ولا ذكرى جعاكي يا أمي ما تخافيش يا أمي أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من هذه الحلقة شائعات وحقائق. لطالما كانت وزارة الداخلية وتحديدا الشرطة هدف للشائعات خلال السنوات الماضية وده طبعا لأسباب عديدة وهدف واحد وهو إحداث حالة من الانقسام بين الشرطة والمواطنين. الحديث بشكل أكبر عن تأثير الشائعات على الشرطة المدنية معنا في الاستوديو الدكتورة عزة هاشم الباحثة في العلوم السياسية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. في البداية حضرتك شايفة إزاي أثر الشائعات على الشرطة؟ هو الشائعات بشكل عام تعتبر شكل من أشكال الحرب النفسية وهدفها الأساسي هز الثقة بين أي طرفين سواء كان الحكومة بشكل عام والشعب وسواء كان الحكومة الشرطة والشعب. إطلاق الشائعات وسيلة كانت فعالة جدا جدا بعد ثورة يناير وأثمرت تماما، لكن بعد كتير من المبادرات بعد ما الدولة التفتت لحاجة زي كده وبدأت كتير قوي من المبادرات تحصل منها البرنامج طبعا بدأ التأثير شوية يقل، بس محتاج الموضوع جهد أكبر لأن فكرة الخبر المغلوط وفكرة أنك تطلق خبر من غير ما تبحث عن المصدر بتاعه أو تدور على المصدر بتاعه محتاجة في المقام الأول توعية. يعني حلو ان انا اوضح وحلو ان انا ارد على الشائعة وما اديهاش المساحة الزمنية ان هي تنتشر، ما اديهاش الوقت للانتشار، مجرد ظهورها الرد بتاعي في الوقت ده يبقى جاهز، لاني في الانتشار بيبقى اسهل لكن الرد انتشار الرد بيبقى اصعب. صحيح. لكن الجزء الاهم في الموضوع هو الوعي، التوعية، ان احنا يكون عند الجمهور وعي بفكرة ان هو ما يتقبلش اي معلومة او اي حاجة تنشر على علتها بدون ما يتحقق بنفسه مدى صدقها، لان استخدام الشائعات بيعتمد كمان على اثارة المشاعر. هما بيخاطبوا مشاعر الناس فبيستفزوهم ان هم يتابعوهم وبيستفزوهم ان هم يصدقوهم، فبالتالي الناس بتتعاطف وبتتعاطف، بعد كده بيبقى التعاطف ده بيترتب عليه مشاعر وبترتب عليه سلوك الناتج عن الشائعة. جهاز الشرطة بشكل عام كان مستهدف بكمية من الشائعات لا حصر لها. صحيح. وكانت الـ طبعا احنا عارفين طبعا مصدر الشائعات بيبقى ايه، قنوات بعينها، مواقع اخباريه معينه،
تيارات سياسية معينة، وعلى رأسها طبعا جماعة الإخوان المسلمين. والحقيقة أن طريقتهم وأسلوبهم في التعاطي مع فكرة الخبر المغلوط ونشره كانت فعالة في مرحلة ما، لكن تدريجيا هم بدأوا يفلسوا، وتدريجيا الموضوع بدأ يعني تأثيره يقل. طب يمكن خلينا واضحين، ويمكن حضرتك ذكرتي نقطة مهمة جدا يعني في سياق الشائعات بشكل عام ليس فقط فيما يتعلق بالشرطة، إن عادة بتكون المعلومة المغلوطة بتنتشر بشكل أكبر بكثير من المعلومة الصحيحة، وحتى عندما يتم نشر تكذيب لهذه المعلومات بتظل عليها الأولوية. ليه يا فندم؟ لا، لو نشر التكذيب في غير توقيته، يعني لو حصل ونشرت شائعة أو خبر مغلوط دلوقتي، لو استنينا عليها يومين مثلا الرد لن يجدي. لازم الرد، أصلي دي حاجة لها علاقة بسيكولوجية التعامل مع الشائعات. ده علم ودراسة وفيها دراسات وأبحاث. ترد إزاي؟ تستخدم كلام إيه وتتجنب كلام إيه؟ ترد في توقيت إيه بالظبط؟ وفي كمان حاجة تانية، في شائعات يفضل إنك تتجنب إنك أنت ترد عليها، لأنك أنت بردك عليها ممكن تكون بتروج لها. فهو موضوع علمي المفروض يعني يتعاطى مع متخصصين يعرفوا يحددوا حتى الاوقات بتاعه الرد تبقى عامله ازاي. الاشاعه الرد مش هيبقى مجدي اذا حدث في غير توقيته. صحيح. وباللغه عايزه اقول لحضرتك حاجه، النفي المستمر مشكله. يعني انا مش لازم تبقى خطابي في الشائعه ان انا انفي، لا انا بصحح حقيقه. يعني انا لو اطلقت شائعه اقول ما اقولش ده ما حصلش، لا اقول ده ما حصلش ولكن الصحيح كذا 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 كذا، عشان احترم وعي وادراك الطرف المتلقي لل نعم. طيب دكتور، يعني يمكن حضرتك ذكرتي في البدايه ان عاده مطلقي الاشاعات بيخاطبوا مشاعر الناس او بيلعبوا على هذا الوتر. لو رجعنا للشائعات اللي بتستهدف الشرطه، يمكن كان في تقرير معمول عن 5 شائعات عن حقوق الانسان وتحديدا عن الشرطه تم نشرها، زي استخدام القوه المفرطه في سيناء، التعذيب داخل السجون. هيومن رايتس ووتش يمكن من احد المؤسسات اللي قامت بالترويج للشائعات، زعمت ان هناك في قمع للتظاهر، اختفاء حريه التعبير، زياده العنف ضد النساء. حضرتك كيف تابعتي هذه الشائعات؟ خليني اكلمك عشان الموضوع ده انا درست فيه كتير، وخصوصا موضوع هيومن رايتس ووتش. خليني اكلمك عن هيومن رايتس ووتش، او اكلمك عن المنظمات الحقوقيه بشكل عام وما يصدر عن من يعني عنها من تقارير، لان الموضوع ده كتير قوي بياخد اكتر من حجمه، وكتير قوي قوي بيتم التعاطي معاه بشكل غير صحيح. منظمة هيومن رايتس ووتش دي منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان. إلى الآن لم تفصح عن مصادر تمويلها إيه. أنا لما أجي أتعامل مع تقرير صادر، أنا بنحترم جدا جدا المنظمات الحقوقية، وهدف حقوق الإنسان ده هدف سامي، والمفروض إني سواء المنظمات أو الدول، المنظمات أو الحكومات كلها بتعمل لصالح حقوق الإنسان بشكل عام، مش حقوق فئات دون فئات. صح؟ فلما انا اجي في كل التقارير بتاعتي انحاز لفئه معينه انحاز لفئه معينه، يبقى خطابي كله موجه ان انا مركزه على الفئه دي، يبقى انا لا متحيزه. انا لما يجي لي زي اي منظمه من منظمات حقوق الانسان، عشان اقيم مدى مصداقيه المنظمه دي محتاجه حاجتين اساسيين، لو بصيت لهم هحسم موقفي تماما. اول حاجه عايزه اعرف مصدر تمويلها ايه. تاني حاجه، مش مشكله المنظمه، مشكلتي مراسلي المنظمة أو المسؤولين عن تزويدها بالمعلومات اللي بتبني على أساسها إيه التقارير بتاعها. ما هي بتبقى ممنهجة يا دكتور؟ ممنهجة. بس هقولك حاجة، يعني إحنا مثلا لو جينا مثلا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وجينا شفنا مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هلاقيها حد شخصية اسمها سارة لي وينستون. لو قعدت تتابعي تاريخها هتلاقيها إن هي عاشت في القدس في حارة الأرمن، وبعدين انتقلت بعد التخرج، عاشت في مصر كام سنة، وبعدين سافرت أمريكا ودرست في جامعة هارفارد. لو جيتي تابعتي الشخصية اللي هي المسؤولة عن إصدار التزويد المنظمة بالمعلومة وإصدار التقارير، لو جيتي تابعتي تاريخها هتلاقي إن هي مثلا في 2018 ظهرت في قناة الجزيرة مرتين، في 2019 ظهرت مرة. لو تابعتيها على تويتر هتلاقيها وكأنها محامي موكل للدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين. أنا ما شفتش شخصية حقوقية كده. أنا مثلا لو شخصية حقوقية وفعلا بدافع عن حقوق الإنسان بشكل عام، مش هركز على فصيل سياسي بعينه ويبقى هو همي. أنا عايز أقول لحضرتك إن هي في مرة كتبت في تويتر
ان حكومات الوطن العربي كلها بتتآمر على جماعة الإخوان المسلمين. هل في شخصية حيادية يعني تعمم كده؟ جماعة الإرهابية. جماعة الإخوان الإرهابية، عفوا. هل في منظمة حقوقية تعمل كده؟ ما افتكرش. تاني حاجة، جت في مرة بتدافع برضه بتقول ان هما ما بيتبنوش العنف. عايز اقول لحضرتك حاجة، ظهورها على قناة الجزيرة، الخطاب بتاعها، التويتس بتاعتها على تويتر، تبين لك المنهج بتاعها والمنحى والاتجاه، فبالتالي انت بتتوقعي منها هي التقارير بتاعتها هيبقى شكلها عامل ازاي. وبالتالي انا لما اجي اتعاطى مع منظمة زي منظمة هيومن رايتس ووتش، على فكرة عايز اقول لحضرتك حاجة، ده مش رأي مصري، انا عايز اقول لحضرتك ان معظم الدول اللي بتصدر عنها المنظمه تقارير بتتهم المنظمه بالتحيز، فبالتالي انا مش لازم اديها حجم كبير ولا لازم اديها اكبر من حجمها، لان عايز اقول لحضرتك حاجه، هما بيسعوا لكده. يعني النقد الشديد، الهجوم، الاهتمام، هو بيضيف لرصيدهم، بيخلي اسمهم متداول، بيخليهم على جوجل اول حاجه في السيرش. لما تكتبي هيو هتلاقي هيومن رايتس ووتش، فبالتالي التعامل المقنن مع الموضوع ده مهم جدا، ومهم جدا في بعض الاحوال التجاهل. ما دي كنت عايزه حضرتك عليها، يعني هل نجحنا سواء في مؤسسه هيومن رايتس ووتش اي من المؤسسات الاخرى اللي بتقوم باصدار التقارير المغلوطه عن مصر، هل نجحنا في الرد عليها؟ عايزه اقول لحضرتك، واحنا عندنا حاجه ظريفه جدا، ودي حاجه عملناها دون عمد بس عشان احنا عندنا شكل من اشكال المصداقيه، ان الرد كان عبارة عن افعال، ما كانش كلام. انا بحس دايما ان الاصدار تقرير قصاد تقرير بيتوه الحقيقة. الحقيقة اني دلوقتي لو جينا نتأمل الحالة اللي وصلت لها مصر دلوقتي والحالة اللي احنا كنا فيها من 3 سنين، ده في حد ذاته رد. لما تيجي يبقى عندك العمليات الارهابية في سنة ما موزعة على كافة محافظات الجمهورية بلا استثناء، وتيجي تلغي التمركز الجغرافي للعمليات الإرهابية دي وتخليها متمركزة في بؤرة واحدة بس، يعني تطردي العناصر الإرهابية وتزيحيهم من المجتمع المصري خارجه وتبتدي تطرديهم وتحاربيهم في بؤرة واحدة بس، ده نجاح. لما تقضي على تنظيمات العنف العشوائية، تنظيمات العنف العشوائية اللي ظهرت بعد 2013 كانت حاجة خطيرة جدا جدا، كانت ماشية بمبدأ اضرب واجري، اي حد عبوه ناسفه في اي حته، اي مجموعه ناس ما يعني عندهم ايديولوجيه معينه يشكلوا مجموعه ويفضلوا يعملوا تفكيرات. دلوقتي ما بقاش موجود طبعا. فين؟ ما بقتش موجوده. العمليات الارهابيه في المحافظات بقت لما بتحصل حدث في سنه من السنين، في سنتين من السنين احنا كنا بنعاني كارثه، احنا كنا بنعاني ان هم كانوا بينتشروا في الدوله وبينتشروا على مستوى المحافظات بشكل وباء. دلوقتي لا، ما بقى لهمش وجود. الحقيقة انت دلوقتي بقيتي، لو جينا حتى نتكلم على الشرطة بشكل عام، هنلاقي ان الازمة بتاعتنا هو ان احنا ما بنتعاملش مع الانجاز اللي بيحصل بالقدر المطلوب. يعني هما مثلا هتلاقي جماعة زي جماعة الاخوان الارهابية لما تيجي مثلا صفحاتها بقى، سواء الصفحات المنسوبة لها بشكل مباشر او الصفحات المندسة المنسوبة بشكل غير مباشر، ودي اخطر على فكرة. يعني لازم نعرف ان في صفحات انسانية معمولة لصفح بدعوة الانسانية، معمولة لدعم قضايا معينة، لكن هي في الاساس من خلال الدعم اللي بيتم ادعائه ده بتروج لمعلومات وبتروج لحاجات بشكل غير مباشر، وهي دي الاخطر على فكرة من الحاجات المباشرة. فهم بيستخدموا استراتيجيتين اساسيتين، 3 استراتيجيات خلينا نقول، التهوين والتهويل والتعميم. التهوين من الانجاز ايا كان، التهويل من الحدث الفردي البسيط اللي ممكن يكون عمله فرد واحد، التعميم تعميم الصوره السلبيه، المنتال ايمج السلبيه عن جهاز الشرطه عند الجمهور. هتيجي تقولي التهوين، هما مثلا لو جينا نتكلم على الحرب على الارهاب، هما ناسيين تماما فكره ان احنا حاربنا، الشرطة حاربت والجيش حاربوا الارهاب واجبروا ان هو ينسحب من كل مدن مصر، وعدد العمليات الارهابية تراجع بشكل كبير جدا جدا في مصر. يعني كمان في حاجة مهمة جدا ومحدش واخد باله منها، العمليات الارهابية المنظمة ما بقيش موجودة، وده معناه ان تنظيم داعش في سيناء بدأ هو كمان يفلس. طبعا زمان كانوا مش زمان، يعني من سنتين ثلاثة كانت العمليات الارهابية اللي بينفذوها منظمة، في نوعيات الأسلحة، في طموحهم نفسه، طموحهم كان عالي جدا، كانت طموحاتهم السيطرة، يعني السيطرة واقتحام. دلوقتي بقوا لا،
الافلاس بتاعهم ظهر في ان العمليات بتاعتهم برضو عمليات اضرب واجري مش عمليات مواجهه، وده في حد ذاته افلاس. صحيح. ففي نجاح وفي انجازات كبيره جدا اتحققت. في حاجه كمان مهمه جدا جدا، في مؤشر اسمه لو اند اوردر اندكس، ده بتصدره مؤسسه اسمها جالوب امريكيه. المؤشر ده بيقيم اداء الاجهزه الامنيه على مستوى العالم، بس مش من وجهه نظر اي حاجه غير من وجهه نظر المواطنين. المؤشر ده ادى مصر رانك توب 1 في افريقيا، الاولى افريقيا، او اكثر شعب عنده شعور بالامن على مستوى افريقيا، وكانت من العشرين الاوائل على مستوى العالم. عدت يعني كان الشعور المواطن المصري بالامن اعلى من الامريكي واعلى من البريطاني. عايز اقول لحضرتك حاجه، تميز المؤشر ده يجي في حاجه، ان هو ما بيقيسش عدد جرائم ولا بيقيس حاجات بارقام ومنهجيات، هو بيقيس ادراك المواطنين للامن او شعورهم بالامن. هل اسئله زي مثلا هل يا ترى حاسس نفسك تقدر تمشي بالليل في امان؟ هل يا ترى حاسس نفسك انك انت ممكن تستهدف باي عمل عنيف في اي وقت؟ وبيعملوا اندبس انترفيوز، وبتعتمد على 250 الف انترفيو على حوالي 148 دوله في العالم. فلما تيجي مصر تحتل تبقى من العشرين الاوائل في الامن على مستوى العالم. طب ليه يا فندم الحاجات دي ما بيتمش الترويج ليها قد الترويج للتقارير السلبيه اللي بيتم؟ ما هو ده اللي انا بقوله، يعني انا مثلا احنا جايين مركزين على تقارير هومان رايتس ووتش اللي هي فاقده للمصداقيه. عايز اقول لحضرتك حاجه، هومان رايتس ووتش بتاخد اكبر من حجمها، ما فيش حد في العالم، ما فيش دوله في العالم بتعول على تقارير هومان رايتس ووتش يا جماعه، والله ولا في اي دوله. كل الدول بتتهمها بالتحيز، حتى اسرائيل طردت المندوب بتاعها من عنده، مدير المكتب بتاعها من عنده. فبالتالي هي فاقده للمصداقيه. يعني لما تيجي هيومن رايتس ووتش تصدر تقرير عن مصر لن يؤخذ بمحمل الجد زي ما احنا متخيلين. هي بس بتنتهج لهجه الحديث العنيف واللغه الاتهاميه الشديده وبتستخدمها للترويج ليها. صحيح. فعندنا مثلا المؤشر ده مر مرور الكرام. ازاي يا جماعه يمر مرور الكرام؟ ده المؤشر ده دليل دامغ على اني في ثقه ما بين المواطن والشرطه في مصر. وكمان ان الثقه دي مش من عدد جرائم او من، لا، ده الثقه دي جايه من شعور المواطن بالامن. والشعور نفسه جاي نتيجه لازم يكون في حد من الثقه عشان يشعر بالامن. سايبينه ومركزين على التقرير بتاع هيومن رايتس ووتش، وبنروج بقى، يعني بنساهم بشكل غير مباشر في الترويج ليه. طيب خلينا يعني بمناسبة الحديث عن الشائعات اللي بتستهدف الشرطة، وأيضا بمناسبة عيد الشرطة بثورة 25 يناير، خلينا يعني نعيد ربما أو نذكر بما أعلنته وزارة الداخلية، وهو الإفراج عن 6931 من نزلاء السجون، من بينهم 2868 غارم وغارمة. ده طبعا تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وهي الذكرى 67، وكمان ثورة 25 يناير في ذكراها 7. ده طبعا بيأتي تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية سجون بلا غارمين، وتنفيذا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة أو عيد الشرطة وثورة 25 يناير. وتم الإفراج كما ذكرنا عن 2868 غارم وغارمة عقب سداد مديونتهم. خليني أعلق مع حضرتك على هذا الخبر يا فندم. عايزه اقول لحضرتك هو خبر طبعا سعيد، وخبر داخل في اطار فكره مش أول مرة التسامح. لا مش اول مره، وداخل في اطار فكره التسامح وفكره روح القانون. وعلى فكره موضوع روح القانون ده بيطبق كتير جدا، وزاره الداخليه بتطبقه كتير جدا جدا جدا، بس مش عارفه ليه ما بيروجلوش. يعني في كتير جدا ضباط بيعملوا مبادرات ويلموا من بعضهم ويدفعوا ديون غارمات عشان يطلعوهم. وكتير جدا جدا في مبادرات انسانيه وحاجات انسانيه كتير جدا جدا بتحصل، بس ما فيش ضوء عليها، ما حدش يعرف عنها حاجه. في دلوقتي جهد بيبذل نوعا ما من وسائل الاعلام، بس محتاج يتكثف شويه وياخد شكل اكثر حرفيه وذكاء في الطرح. ساعات بيبقى الطرح الغير محسوب والطرح غير ذكي بيؤتي بعكسه. يعني انت ما تجيش تطرح طرح يخلي الحد يحس انك انت بتقول حاجه مجامله، مع ان الحاجه حقيقه بتحصل على ارض الواقع.
فذكاء الطرح هو الـ هو الـ هو الفيصل في الموضوع ده. وطبعا يعني خبر جميل جدا جدا، ويعني الف مبروك ليهم وان شاء الله يعني ان شاء الله. طيب خليني ارجع بقى اروح القانون اللي حضرتك تحدثتي عنها، يمكن استكمالا للبيان. وزاره الداخليه اكدت حرصها على مساعده النزلاء على الدراسه والتعليم في مراحل التعليم المختلفه، وكمان وضحت ان اجمالي عدد الدارسين في مراحل التعليم المختلفه خلال الفصل الدراسي الاول لعام الدراسي 2018-2019 بلغ 5227 نزيل. وقالت الوزاره في بيان ليها انه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخليه بالارتقاء باوجه الرعايه الشامله المقدمه للنزلاء، خاصه الحرص على الدراسه والتعليم في كافه المناحي التعليميه بدءا من محو الاميه وكمان انتهاءا بالدراسات العليا، ده طبعا حرصا على مستقبلهم حتى يعود عليهم وعلى ذويهم بالنفع، اتساقا مع مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتجسيدا لإعلاء مبادئ وقيم حقوق الإنسان. الوزارة كمان ذكرت أن قطاع السجون بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم الفني والتعليم العالي والأزهر الشريف والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار اهتم وحث من يرغب من النزلاء الالتحاق بها ومساعدته على استكمال دراسته بمراحل التعليم المختلفة من خلال توفير الأماكن الملائمة للاستذكار وعقد لجان الامتحانات بكافة السجون التابعة للقطاع. خليني اخد تعليقك، يمكن ده بقى ما حدش اتكلم عنه من منظمات حقوق الانسان ولا منظمات حقوق الانسان ولا اي حد بيعرف بايه اللي لما يحتك مباشره بالموضوع. على فكره من زمان جدا وانا شفت حالات بعناية ناس بتكمل دراستها داخل السجون وبتتخرج وبتخرج وهم واخدين شهاداتهم وبيندمجوا مع المجتمع بشكل طبيعي جدا جدا جدا، وبتبقى المرحله كانها مرحله اعاده بناء الذات يعني. فدي حاجه على فكره مش جديده، دي حاجه بتتكرر بس حضرتك بتعلن عليها عنها دلوقتي هتلاقي ناس كتير جدا ما تعرفهاش، زي حاجات كتير جدا كويسه ناس كتير جدا ما تعرفهاش. فده شيء جميل يعني، لا جهد مشكور ليكم. طب ايه يا فندم اخر الشائعات يمكن تكررت فيما يتعلق بقطاع الشرطه تحديدا؟ بصي انا عندي يعني تصور من ناحيه موضوع الشائعات ما بحبش اكررها لان بحس ان تكرار الشائعه فيه بشكل غير مباشر ترويج ليها، مش حتى تأكيد ترويج يعني، هو فكرة انك انت لو عملتي حتى بالحسابات والإحصاء بقدر الأفراد اللي بتصل ليهم الشائعة هيعلى عدد الناس اللي طب ليه ما يكونش يبقى ده رد عليه؟ بصي هقول لحضرتك حاجة، هو طبعا حلو ده يعني، حلو ان يبقى في رد على الموضوع، حلو وحلو جدا اللي بيعمل البرنامج ده، فكرة هايلة جدا جدا وانا سعيدة بيها جدا على فكرة. بس فكرة اني الحاجة اتكلم عنها هي وصلتني وعقب عليها، انتوا بتعقبوا بشكل منهجي وبتعقبوا بشكل انكم عندكم الحقائق اللي بتقولوا الشائعة وفي نفس اللحظة انا شفت حلقات كتير من البرنامج وبتقولوا الشائعة وفي نفس الوقت بتردوا عليها. فبالتالي التعقيب بتاعكم شيء والتعليق بتاعي شيء، بس هو اصلا كل الشائعات اللي طلع على جهاز الشرطة كلها بتتمحور حوالين ايه؟ يا اما رواتب، يا اما دعوى الاختفاء القسري، يا اما دعوى التعذيب، يا اما دعوى ولا هي جمل اصبحت عباره عن اكلاشيهات مستهلكه ومكرره وبيعيدوا تدويرها من وقت لاخر يعني، فهتلاقي كله في مش هتلاقي حاجه بعيده عن الموضوع ده. طب خليني يعني استمرارا برضو للشائعات اللي انتشرت الفتره اللي فاتت عن الشرطه، اخر الشائعات طالت الشرطه خلال الايام الماضيه كانت شائعه بغلق قسم، وده طبعا بسبب تجدس المواطنين على ابوابه، في حين يمكن تبين بعدها ان المقطع اليوم زياره الاهالي لذويهم. من يحرك هذه الشائعات بشكل مستمر؟ يعني هناك من يراقب؟ طبعا طبعا، وبيتحين الفرص وبيختار التوقيت. انت لما تيجي في وقت بتحتفلي بيبقى اعياد الشرطه وتبتدي تطلقي، طبيعي المناسبه دي مناسبه ملائمه لاطلاق مجموعه من الشائعات عشان تعكري الجو والصفاء العام اللي موجود. فالتوقيت مرتبط بالحدث. انت هتلاقي مثلا، هقول لك حاجه، هتلاقي لما تستضيف مصر حدث دولي كبير تلاقي دايما الشائعات متمحوره على فكره ايه؟ ان جماعه ارهابيه بتهدد بتفجير، ان اي حاجه ليها علاقه بفكره الامن. صحيح. عشان تصرف نظر الناس على الفكره الرئيسيه او الرساله الرئيسيه اللي اي ايفنت دولي بيصدرها، ان الدوله دي دوله امنه وبتستضيف احداث دوليه وقادره ان هي تستضيف ناس من كل الجنسيات ويشعروا بالامان جوا. لا انا هضرب لك الهدف الاساسي اللي انت بتحاول الامن، اضرب لك الامن.
مع كل حدث، مع كل إنجاز أو حاجة إيجابية هتلاقي عدد من الشائعات السلبية اللي بتضربها بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي نوعية الشائعة مرتبطة بنوعية الحدث السياسي أو الحدث الاجتماعي اللي موجود. طب على من تقع يا فندم مسؤولية مواجهة هذه الشائعات اللي بتتعلق بجهاز الأمن في أي دولة؟ عايز أقول لحضرتك هي تقع علينا إحنا كمواطنين في المقام الأول، إن إحنا لازم يكون عندنا على فكرة وسائل التواصل الاجتماعي بقت سلاح ذو حدين، ولازم احنا بعد كل اللي مرينا بيه طول السنين اللي فاتت دي يبقى عندنا ادراك ووعي وتمييز ان احنا نعرف البوست اللي جاي لنا او الخبر اللي جاي لنا ايا كان المحتوى بتاعه مثير للدموع والعياط والكلام ده، او اذا كان منطقي او لا، ندور نشوف ما ناخدش الامور على علتها. ووظيفه وزاره الداخليه بصوره اساسيه طبعا ان المواطن ده وقت ما يقول يجي له خبر مغلوط ده يلاقي حد بيرد عليه ويقول له لا الخبر ده مش صحيح والخبر الصحيح عندي اهو، ويتم طرحه زي ما قلت بشكل منهجي ومنظم. فهي مسؤوليه مشتركه، هي مش مسؤوليه طرف واحد، لازم اصل ما ينفعش تيجي مثلا وزاره الداخليه او تيجي الحكومه تقعد تبذل جهد والناس منساقه على عماها ورا اي خبر مضلل وبتمشي ورا. ليه يا فندم؟ يمكن اتناقشنا في هذه في هذا الموضوع وهذه النقطة أكثر من مرة، ليه دايماً ما بيبقاش فيه تصديق للبيانات الصادرة من الحكومة؟ لغة الصياغة، عايزة أقول لحضرتك حاجة. أول حاجة أسهل حاجة إن أنت تدوسي على زرار الشير. أسهل حاجة عند أي حد، أي حد تلاقيه على صفحته كده يلاقي مثلاً حاجة مثلاً تعيطه ولا حاجة تثير مشاعره تلاقيه دايس لايك وشير. إحنا لما بنيجي نصيغ لغة الرد بتاعتنا بتبقى لغة رد روتينية. روتينية جدا. لازم يبقى فيه ذكاء الرد، ولازم يبقى النوافذ اللي بيتم من خلالها الرد نوافذ ليها مصداقية ومقبولية وكاريزما. الناس اللي بتقرا شائعة معمولة بجو سسبنس او معمولة بجو عاطفي او معمولة بجو حدوتة او حكاية او محطوط لهم صور جذابة او متفبرك لهم فيديوهات فيها مشاهد تعذيب وفيها بيقول لك ادي ده بيحصل في ارض الواقع، لازم يرد عليهم بيبقى بلغه اذكى من اللغه دي. ما ينفعش ترد عليهم ببيان، لازم ترد عليهم بشكل فيجوال، ولازم ترد عليهم بشكل محسوب. وعايز اقول حاجه، لازم يتم الاستعانه بالمتخصصين في علم النفس السياسي، لان موضوع التعامل مع الشائعات، لغه الخطاب، لغه الرد، لغه الصياغه، انا عايز اقول لحضرتك ده علم بيدرس، فبالتالي لازم يتم الاستعانه بالمتخصصين في صياغه حتى الخطاب، في صياغه حتى طريقه الرد، وزي ما قلت قبل كده في تحديد عدم الرد في بعض الاحيان، لان في بعض الاحيان لازم ما تردش، مش كل اشاعه بتطلق لازم نرد عليها، لان احنا بنديها احيانا ثقل وهي ساعات ما بيكونلهاش الثقل ده. فبالتالي لغه الرد والاستعانه بالمتخصصين هي السبيل الاساسي. وعايز اقول لحضرتك وسائل التواصل الاجتماعي تكثيف التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي. الناس دلوقتي بقت وسائل التواصل الاجتماعي الحاجه بتنزل دلوقتي بعدها بخمس دقائق ممكن يكون معمول لها 100,000 شير. فانت هترد لازم ترد على وسائل التواصل الاجتماعي. هل في اهتمام هنا في مصر بوسائل التواصل الاجتماعي؟ من ناحيه يعني نشر الحقائق على الاقل. من ناحيه الدوله ولا من ناحيه الدوله طبعا. من ناحيه الدوله بدا اهتمام طبعا. في اهتمام على كذا مستوى، في مركز معلومات مجلس الوزراء عمل مرصد الشائعات، في طبعا البرنامج، في كتير بيانات بتصدر، بس هو الفكره ان الموضوع محتاج ياخد شكل منهجي ومركزي. دلوقتي في اهتمام كبير جدا وملحوظ الفتره الاخيره، الموضوع لا بقى في اهتمام كويس جدا، يعني اقدر اقول ان اثاره الالتفات نفسه للفكره ذكاء من الدوله. فلا في اهتمام. في اهتمام، بس اتمنى هو في اهتمام كويس، بس انا اتعشم التطوير، يعني البنى على البذره دي والتطوير، وفي بوادر على فكره تطوير، يعني انا متفائله، يعني على ما اعتقد ان في مرحله معينه ان هيبقى في مصادر موثوقه الحد يروح لها لو عنده شك، ممكن تعمل هوت لاين حتى، يعني هوت لاين لو حد سمع خبر يتشك على يا ترى الخبر ده حقيقي ولا. طب يمكن حضرتك تحدثتي في البدايه عن لغه صياغه الرد على الشائعه وانه يجب الاستعانه بعلماء في علم النفس السياسي، يمكن حضرتك دكتورة عزة باحثة في علوم علم النفس السياسي. السياسي ده مش تحيز ولا حاجة. لا مش تحيز والله، كنت عايزة حضرتك يعني مثلا النهاردة كان معانا عدد من الشائعات، لو هسأل حضرتك كيفية يمكن الذكاء في الرد على هذه الشائعات، كان معانا يمكن
وزارة الزراعة كان ليها نصيب من هذه الشائعات، التوم اللي فيه مادة الرصاص المسمومة، أيضا العاصمة الإدارية الجديدة إن الفلوس بتاعتها متاخدة من الخزانة العامة للدولة وما شابه، كيفية الرد؟ هو فكرة حكاية الموضوع بتاع وزارة الزراعة دي، وزارة الزراعة دايما ليها نصيب الأسد في الشائعات، لأني وزارة الصحة، وزارة الزراعة وزارة الصحة هتلاقي لهم نصيب الأسد في التعليم طبعا. التعليم الآونة الأخيرة مع التطويرات الجديدة اللي بتحصل، اللي هي تعتبر مفاجأة للناس وشوية الناس لسه شوية ما استوعبتهاش، فبدأ يتزايد الفترة الأخيرة. لكن الصحة والزراعة لأن هما ريليتد بحياة الإنسان، فالشائعات اللي بتستهدفهم بتبقى في الصميم. الوزارة الزراعة، الشائعات اللي بتصدر من وزارة الزراعة الحمد لله أنا أدعي إن هي دلوقتي بدأت تفقد يعني تفقد تأثيرها، لأن هي بقت كتيرة وبقت في بعض الأحيان غير منطقية. والرد السبيل الأمثل للرد على الحاجات دي المعلومة، حملة توعية، حملة على متضمنة لمعلومات ومعلومات صحيح. دقيقة، وبيتم الترويج ليها من خلال إعلانات ترويجية في التلفزيون. الصفحة بتاعت الوزارة نفسها المفروض يبقى، على فكرة الصفحات الوزارات على مواقع التواصل الاجتماعي لازم يكون ليها تواجد أكثف من كده. يعني أنا مثلا لو عندي صفحة وزارة الزراعة لو جيت هدور دلوقتي مش هلاقي عليها نسبة اشتراكات كتير، لأني اللي عايز أقول حضرتك الترويج مش بس في الميديا، لا كل حاجة في الدنيا محتاجة ترويج طبعا. كل إنجاز محتاج ترويج طبعا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة عزة هاشم الباحثة في العلوم السياسية، حضرتك كنت معنا في هذه الحلقة من شائعات وحقائق، شكرا جدا لحضرتك. شكرا ليكي. مشاهدينا شكرا موصول لحضراتكم على حسن المتابعة، كنت معكم في هذه الحلقة أنا نانسي نور، إلى اللقاء. أحمد شوشة ده زيه مفيش، أحمد شوشة ده زيه مفيش، وقف الواحة بطل مجريش، وقف الواحة بطل مجريش، لما نزلوا يصفوا فيهم، لما نزلوا يصفوا فيهم، كان واقف بيرد عليهم، كان واقف بيرد عليهم، قال إخواتي أموت وسطيهم، قال إخواتي أموت وسطيهم، رجالة مترحمة عليهم، رجالة مترحمة عليهم، ياللي رايح الواحات حاسب على خطوتك، حاسب على خطوتك، أصلي شوشة مات هناك، أصلي شوشة مات هناك، كان بيحرس حضرتك، كان بيحرس حضرتك، أحمد جاد المصري بجد، أحمد جاد المصري بجد، اللي شجعته ملهاش حد، اللي شجعته ملهاش حد، من زي محمد وحيد، من زي محمد وحيد، راجل جد وقلبه حديد، راجل جد وقلبه حديد، قالوا رايحين مش راجعين تاني، قالوا رايحين مش راجعين تاني، واستشهدوا عشان انت تعيش، واستشهدوا عشان انت تعيش.